خاوتنا السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. هاني وليت لكم خاوتي بالفيديو كما قلت لكم. دوك هنايا نروح نجيب الذكر تاعي الاخر، دوك طلعت التصويره تاعو هنا باش تعرفوا. راح نسيب نجيبوا نقربوا الانثى هذيك اللي في الوسط، هذيك اللي قلت لكم قبيحه شويه. كما راكم تشوفوا هنايا كما نقولوا الانثى غير شافتو بدات تشطح كما نقولوا بالرقاصات معاه، ثم عجبها الذكر، من الذكر ولا يرقص معاها. وفي نفس الوقت الذكر اللي كنت حاطه هنا دوك طلع التصوير تاعو، زدت رميته مع الانثى اللي من هنا، قلت نجربو مع الانثى اللي من هنا. كي شاف الذكر هذا عن بالو غيور هذاك اللي من هنا، ما يطلق والو، ما يطلق لا الانثى هذه لا الانثى تاعو. الانثى تاعو اللي من هنا ثاني يسمحها كي تكون تشطح يحب يروح ليها. وهذيك الانثى اللي راهو معها على اليمين كامل كي دخلته معاها، كي شاف الذكر هذا شو بدا غار غيور هذا خاوتي. المهم كيما راكم تشوفوا خوتي هنا، باش كيما قلت لكم نسيو الطريقه هذيك تاع تما نرمو الذكر مع الانثى ونخلوه ما نحوسوش عليهم، ونشوفوا واش من الطريقه اللي يتزوجوا قبل، اذا تاع التشويق ولا تاع وانتم قولوا لي، انتم ثاني قولوا لي في التعليقات. انا نقول الطريقه جاب لي ربي، هي ماشي تاع التشويق، هذه الطريقه اللي حنا نستعملها تما نحطوا الذكر مع الانثى، المهم يكون القبول ما يكونش الشجار. هذيك هي جاب لي ربي الطريقه اللي راح يكون تزاوج قبل. ونزيد لكم حاجه، الاناث راهم في نفس الجهوزيه، هذيك الانثى راهي ثاني قريب تما ما بقالهاش، ما من الانثى اللي على اليسار ما بقالهاش، وحتى الانثى اللي هي على اليمين كامل ما بقالهاش، لكن الانثى هذيك اللي على اليمين تما داروا المنقار للمنقار كلش، لكن ما غردش عليها الذكر. هكذا خاوتي قلت لكم هذاك الذكر ما طلق والو، حتى الانثى هذيك كي يسمع الانثى تاعو تغني لي من هيك اللي كنت حاطه معها الاولى، كنت داير التشويق معها اللي على اليسار كامل، يحب كيما نقولوا يروح ليها، يحب يبدا يغني. وكذلك الانثى هذيك اللي منا كي شاف الذكر هذايا شغل ولا يضرب فيها غيور غار عليها. المهم خاوتي كيما راكم تشوفوا لهنا، الانثى هذيك غير تشطح مع الذكر، والذكر كذلك راهو يشطح مع تما كيما نقولوا تجاوبوا مع بعضهم. هكذا خاوتي كيما راكم تشوفوا، انا بالعاني خليتهم هكذا، قلت بالك الذكر هذاك، والله غير البارح الذكر هذاك يا خاوتي غير دخلت ليه للشومبره، رقفت قدامه غير الله يبارك عبك ديمارا ليا بالغنى كيما نقولوا، راهو الله يبارك الله غير حكمتها اللقطه، لكن غير مع الاخر بالكم بندي لكم فيديو تشوفوها، ما حكمتهاش مليح، فهمتوا خوتي. كيما راكم تشوفوا راهو يقص معها دوك هنايا، دوك ندخلوا معها الداخل ونخليهم كيما نقولوا نوفروا لهم الاكل، نوفروا لهم كل شيء. انا كنت نعلقوا لكن ما لقيتش كيف نعلقوا كيما نقولوا. المهم دوك تشوفوا خاوتي نحطوا معها الداخل ونخليه، ودوك نحط لهم العش، نحط لهم ماء التعشيش، الاكل البيض زراعه الشوك، هكذا خاوتي نوع لهم ونخليهم ونشوفوا. لانه انا طريقه التزاوج خاوتي قلت لكم كي تكون زوج متوالف وكيما نقولوا ما كاين لا شجر لا والو، من الافضل نخلوهم مع بعضهم هما يدبروا رسانهم، او الذكر يبقى يجري مور الانثى وحتى ما يجريش موراها. الانثى راهي غير تجهز، راهي وحدها تقوم بوضعيه تلقيح للذكر وحي يلقحها وتلقاها، وثم قولوا تخفر عليهم خمس ايام حتى سمانه ما على بالي شحال حتى تولي تلقاهم ان شاء الله بناو العش وراهم بالبيض. هكذا خاوتي، لكن هذه الطريقه سما كاين عباد ما يحبوش يخدموا بها، يقول لك انا نحب نشوف الذكر كي يتزوج مع الانثى وكذا، فهمتوا. ونزيد نعاود لكم حاجه خاوتي، هذه طريقه باش تدخل الذكر على الانثى، سما لازم يكون الذكر تشوفوا جاهز راك تحط له الانثى، بدا يبطاي عليها، بدا يغرد على الاناث، فهمتوا خاوتي. وكذلك الانثى دخلت في الجهوزيه، ماشي تجيبهم ماشي جاهزين، دير هذه الطريقه تحطهم بالداخل ومن بعد يبداو يتشارجوا على المجسم، يتشارجوا على الاكل، يتشارجوا على مكان العش، فهمتوا خاوتي. وهنا ندير لكم ملاحظه خاوتي، هنا تشوفوني انا جبت الذكر تاعي بيدي، تما ماشي تشوفني جبت بيدي تقول بالك ماشي مليح للجهوزيه، ولا تقول انا تروح تجبدو ثاني بيدك، انا الذكر هذا تما موالفني خاوتي، كم شفتوا هذا يجي لي يطلع لي في يدي برك في وقت الجهوزيه، مانيش حاب نخلط فيه بزاف، فهمتوني. سما انا كي حكمتو بيدي هكا عادي، ما سما ما يكون حتى مشكل، زعما راح يرمي لي الريش ولا خاطش موالف، سما موالف يدي، فهمتوني خاوتي. سما هذه الطريقه ما ننصحكمش تروح تحكم الطائر تاعك فوق الجوزيه وهو ماشي موالفك، راح يرمي لك لي بليم، سما هذه باش تكونوا على بالكم. انا كون الاناث الاخرين ولا الذكر الاخر ثاني نحكمو بيدي عادي، لكن الاناث ما نحكمهمش خاطش ماشي موالفيني كيما الذكور هذوما، فهمتوني خاوتي. هكذا دوك نخلي الذكر معها سلسمه في الوسط. وهنا في مور الفيديو خاوتي كي كملتو هذاك الذكر اللي على اليمين، زد دخلتو الانثى تاعو، سمعتو غرد عليها لكن ما كنتش داخل القفص، ما بلش يدير لقحه ولا لا. المهم خاوتي، هاي السلام عليكم.